إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآيات فيها دعاء من الأنبياء لربهم تبارك وتعالى، والدعاء عباد الله من أعظم العبادات، تظهر فيه ذلة العبد لربه تبارك وتعالى وخشوعه بين يديه وتضرعه إليه وانكساره له، فيكون العبد خاشعاً ذليلاً متضرعاً لربه تبارك وتعالى. لذلك أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بعدما حكى حسرة المشركين في سورة غافر، لما حكى حسرة المشركين قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ تقدير الإجابة: ما في خروج. ذلكم ربنا وراهم السبب، لكن الإجابة جاءت هناك في سورة المؤمنون. المولى سبحانه وتعالى قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فكانت الإجابة ذلكم، بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، لما يدعى الله يكفر المشرك، لا يحب دعاء الله وحده جل وعلا. قال سبحانه في سورة الصافات: إنهم كانوا
إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به لما يدعى غير الله ويلجأ لغير الله يفرح المشرك ويسر ويتبسط جدا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الخطاب انتهى عن الغائبين أهل جهنم، جاء الخطاب طوال للمؤمنين. فادعوا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فادعوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل اعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذه الآيات دعاء الأنبياء عند الكروب وعند الشدة وعند الهم وعند الغم، بيسألوا ربنا تبارك وتعالى. قال وأيوب إذ نادى ربه، أيوب عليه السلام دعا ربنا تبارك وتعالى بعد أيام بل سنين من الصبر على الأذى والصبر على المرض. ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض، نفخ الشيطان في جسمه فتقرح جسمه وصار يصب مادة وصديدا من جسمه، وعزف كثير من الناس عنه واعتزله كثير من الناس إلا امرأته. زوجته كانت بتجيو وبتحسن له وتقف معه صابر. أيوب عليه السلام ربنا من عليه بالمال وبالولد وبالجاه سنين عددا، ثم ابتلي عليه الصلاة والسلام سنين من المرض. بعض المفسرين كما ذكر البغوي وابن كثير وغيرهما، أيوب عليه السلام صابر على هذا البلاء وما دعا ربنا بالشفاء إلا بعد زمن، قيل إلا بعد ما جاءته زوجته وقد أغراها إبليس اللعين وقال لها أخبري زوجك أن يسجد لي سجدة، وفي روايات أن يذبح لي ذبابة، وفي رواية أن يشرب خمرا، وفي رواية جاءت زوجته وكانت تذهب لتخدم تمشي تشتغل في البيوت عشان تجيب أكل لزوجها، فيوم من الأيام ما وجدت فقطعت من ذوائبها من شعره وباعته، اليوم البعدي برضو قطعت من شعره وباعته عشان تجيب الأكل لزوجها. لما عرف ذلك أيوب عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى عنه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب يعني بتعب وعذاب. دعا ربنا سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. العلماء قالوا في دعاء أيوب عليه السلام توسل عجيب، توسل أولا بإظهار حاجته لله تبارك وتعالى، قال أني مسني الضر، مع إن ربنا بيعلم حال العبد لكن ربنا يحب أن تحكي حالك. أتكلم قول مشكلتك شنو، أنت أحكي حالك لله. قال أني مسني الضر. التوسل الثاني قال وأنت أرحم الراحمين.
توسل بصفة الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله، في هذا الدعاء من التضرع والتوسل فيه أدب راقي جدا. قال: أني مسني الضر. ما قال لربنا أنت جبت لي الضر، مع أن الضر من الله والخير من الله، لكن نسب الضر ليس لله عز وجل، إنما نسب الرحمة لله تبارك وتعالى، وهذا من الأدب. كما قالت الجن في سورة الجن: قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد نسبوا لله، أما الضر ما نسبوا لله، وهذا من الأدب في الدعاء. قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا قال: فاستجبنا له. طوالي في الحال، فاستجبنا له. سبحان الله، في آية الصافات أو في آية صاد قال: أركض برجلك. ما كان أصاب الألم والمرض، أركض برجلك، يعني أضرب برجلك الأرض، بتخرج لك منها ماء، عين بتاعت ماء تغتسل منها، يبرأ كل ما عليك من الأذى ومن الألم ومن المرض. أركض برجلك، هذا مغتسل، الموية اللي بتنبع دي مغتسل بارد وشراب، إن هذا لرزقنا. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، مما ذكر ابن الجوزي من الطرف، وهذه لعلها من أخبار الحمقى، أن رجلا أراد أن يستدل على الرقص، الرقص المعروف ده، إن كان الرقص اللي بيدخلوه في العبادة أو الرقص بتاع المجون والفسق. قال: الدليل على الرقص هذه الآية، أركض برجلك. قال: تركض برجل واحدة، تنطط برجل، ده قال الدليل على الرقص. سبحان الله، أركض برجلك يعني أضرب الأرض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله. أهل المات ربنا رجعوا له، ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أيوب عليه السلام لما صبر عند البلاء ودعا الله تبارك وتعالى عند الشدة وعند الكرب، جاء النصر من الله تبارك وتعالى. ربنا طوالي قال: فاستجبنا له. طوالي ربنا استجاب له لأنه دعا الله، ما لجأ لغير الله تبارك وتعالى من المخلوقين ومن الضعفاء، إنما لجأ لربه تبارك وتعالى. بعد ذلك قال: وذا النون. والنون هو الحوت، وسمي بذي النون لأنه هو صاحب الحوت. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، سمي بذي النون، وهو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، دعا قومه إلى التوحيد، ما آمنوا، كفروا به وردوا ما عنده من الحج، وتوعدوا بالعذاب، والعذاب سيأتي بعد 3 أيام. لما ما آمنوا خرج منهم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا لقومه، غضبا من قومه ذهب. ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله، شوف من رحمته بالعباد. قومي يونس لما توعدهم بالعذاب، وإن العذاب حياتي لو ما آمنوا، ويونس خرج من ورائه، من ورائه، قوم يونس خرجوا ببهائمه وبحيواناتهم، نساء رجال مرقوا برا للصحراء، تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وآمنوا قبل أن ينزل عليهم العذاب. عشان كده ربنا قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. آمنوا قبل ما ينزل عليهم العذاب، تضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. يونس عليه السلام ربنا قال: إذ أبق إلى الفلك المشحون، ركب على الفلك، على السفينة، فساهم، يعني اخترعوا، عملوا قرعة، لأن السفينة تقلد عليهم، قالوا إلا يرموا واحد في البحر، فاخترعوا، رموا القرعة، وقعد على يونس عليه السلام. قالوا: ده نبي، ممكن نرمي لنا نبي في البحر. عادوها تاني وقعد على يونس. عادوها المرة الثالثة وقعد على يونس عليه السلام، فألقى نفسه في البحر، فأرسل الله تبارك وتعالى حوتا
من البحر الأخضر فجاء الحوت فالتغمه، فأوحى الله إلى الحوت أن يونس ليس لك بطعام، فلا تكسر له عظما ولا تأكل له لحما، إنما بطنك تكون له سجنا. فالتقمه الحوت وهو مليم. سبحان الله، في الوقت ذاك انقطعت السبل، لا أحد يلجأ إليه، ينادي منو؟ منو اللي بيساعده وهو في بطن الحوت؟ لكن لاحظ الإيمان العميق بالله تبارك وتعالى وأن الله ينجي المؤمنين. يونس عليه السلام في بطن الحوت، ربنا قال فنادى في الظلمات. ابن كثير قال ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. سبحان الله، ما يلجأ لأحد غيرك، ما يستعان بأحد غيرك، أن لا إله إلا أنت. واعترف بظلمه، قال إني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له طوالي ونجيناه من الغم. ومش براو، الله قال وكذلك ننجي المؤمنين. جاء في المسند وعند النسائي ونقل ابن كثير في تفسير الأنبياء أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يوم من الأيام مر في المسجد على عثمان بن عفان فسلم عليه، قال سعد رضي الله عنه فملأ عثمان في عينه، يعني عاين في نكدة، قال ولم يرد عليه السلام. سبحان الله، قال فذهبت إلى أمير المؤمنين إلى عمر رضي الله عنه، قلت يا أمير المؤمنين أحدث في الإسلام شيء؟ في شيء في الدين ده جديد نحن ما عارفين ولا شنو؟ قال وما ذاك؟ قال مررت آنفا على عثمان ابن عفان ابن عفان فسلمت عليه فملأ مني عينه ولم يرد عليه السلام. يا أخي عاين فيني وما رد عليه السلام. فدعا عمر رضي الله عنه عثمان، قال يا عثمان ما منعك أن ترد على أخيك السلام؟ المنعك شنو؟ قال ما فعلته. سعد قال حتى حلف وحلفته، حلف بالله إنه ما قابلني سعد ذاته، وعثمان حلف وسعد حلف إنه أنا قابلته وسلمت عليه. ثم تذكر عثمان رضي الله عنه قال نعم، ولكني كنت أذكر دعوة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تذكرتها إلا وأصاب عيني وقلبي غشاوة. قال لا والله الدعوة دي أنا لما أتذكرها لا بسمع ولا بشوف تاني، قدامي ذاته ما بشوف. سبحان الله يا أخوانا، أتخيلوا تعمق الصحابة مع الدين، الناس زي الدين ده في قلوبهم جوا، الواحد بيكون مهموم في أمر دينه. أصل أنت عارف لو لقيت لك واحد مننا نحن قاعد بفكر وخط يده في راسه وما شايف قدامه، ده أعرف يا عنده دين مطالب به، يا في شيك وقته جه كويس، يا المرض ارتليت، بيكون في حاجة دنيا. نحن دنيتنا دي مشغولين بها وهمنا في دنيانا. شوف الصحابة همهم وين، زول بيفكر وهو خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سادات الأمة، صاحب مكانة عالية، مع ده بيفكر في دين ما في دنيا. والله دي يا أخواننا مرحلة بعيدة، عشان كده أي زول بيتكلم في الصحابة ده زول ما فيه فايدة، ده زول رمة بس، والله زول ما فيه فايدة. يا أخي شوف النازل، قال له سعد قبال ما عثمان رضي الله عنه يوريه الدعوة دي شنو، قال إني أعرفها وبكلمك بها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جالس وذكر لنا دعوة وشغله أعرابي، جاء أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وشغله وما ورنا الدعوة شنو، حتى طلع إلى داره جنب البيت
سعد قال لحقته، ومن الأدب قال فضربت برجلي الأرض. ما دار يقول له يا رسول الله أقيف أنا عندي معك حاجة، لا، صحابة عندهم أدب راقي جدا. قال فضربت برجلي الأرض، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر إنه وراءه في زول. قال فالتفت، قال ما يا أبا إسحاق، يعني ما لك يا أبا إسحاق لسعد؟ قال يا رسول الله ذكرت لنا دعوة ولم تخبرنا ما هي. قال نعم، دعوة ذي النون عليه السلام في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا بها مسلم في حاجة إلا أعطاه الله إياها. سبحان الله، دعوة يونس عليه السلام دعا في القرآن، دعا في السنة، أنبياء يلجأوا لله. ونحن الليلة عندنا من الجهال يلجأوا لغير الله سبحانه وتعالى من الضعفاء من البشر. تدعو لك زول زيك، مخلوق ضعيف يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق يتناول الطعام، تدعو لك زول زيك؟ شكده ربنا سبحانه وتعالى قال الله خير أما يشركون، أما جعل الأرض غرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. الله خيرنا ما يشركون. قال يوسف عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك عباد الله دعوات صادقة من الأنبياء وهم لنا قدوة. قال تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. زكريا عليه السلام حكى ربنا عنه الكلام في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني أذكر رحمة الله على عبد زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا ودا أبلغ، نادي ربنا نداء خفي. قالوا كان زكريا معه ناس تركهم لحد ما ناموا وقام في الليل قال يا ربي يا ربي يا ربي. قال الله لبيك لبيك لبيك. قال إني وهن العظم مني، وهن العظم السعدي عليه رحمة الله قال وهن العظم دلالة على وهن الجسم كله، وهن العظم مني كبرت يعني، واشتعل الرأس شيبة وده دليل الموت، واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني يا ربي قبل كده أنا ما دعيتك وما استجبت لي
ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. ذرية من بعدي يحمل هذا الدين وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. سبحان الله، الأسباب اللي ذكرها دي كلها هي من العوامل المانعة للإنجاب. كبر في السن، وهن العظم منه، قلت شهوته، إذا وهن العظم، امرأته عاقر، بعد يقول لربنا فهب لي من لدنك وليا. الإنسان ما يأس من رحمة ربنا، وده السبب اللي بيخلي كثير من الناس يمشوا للدجالين ويمشوا للمشعوذين ويندهوا غير الله. ليه؟ لأنه شعر إنه ربنا ما ممكن يقبل منه، ودي صعبة. ما صعبة، ما أبدا ما صعبة، أسهل الله. قال وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث عنه النبوة. سبحان الله، زكريا عليه السلام من خيرة أنبياء بني إسرائيل، وكلهم أخيار. زكريا يعتمد في دعائه فيما لا يقدر عليه إلا الله، على الله، وفي كسبه الدنيوي يعتمد على عمل يده. في البخاري زكريا كان نجار يأكل من عمل يده عليه السلام، يسأل ربنا ما عدا الولد اللي دايره، ما لسبب دنيوي إنما ليحمل عنه الدين. قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سبحان الله، ربنا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال السعدي، وفي هذا مناسبة لطيفة، لما أراد زكريا عليه السلام، هو خلاص خاف من الموت وكبر، داير من يحيى بعده، من يعيش بعده ويحيي الله به الدين، ربنا بشره بغلام سماه يحيى. وفي هذا حياة لذريته من بعده وحياة للدين من بعده. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سبحان الله، أراد أن يطمئن، قال ربي اجعل لي آية، يعني علامة أعرف بها الإنجاب. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. سبحان الله، ما يتكلم، مش ما يتكلم مطلقا، ما يتكلم مع الناس، أما في الذكر والعبادة بيذكر وبيعبد، لأنه بعدها قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. شما تتخيل إنه السكات ده قد يكون عبادة، لا، زي ما جاء عندنا في السودان هنا في الجرائد كاتبين ولي صالح قال 7 سنوات ما بيتكلم صامت. المصمت شنو 7 سنة؟ وده دي نسا ولا دي كرامة ولا دي عبادة لله؟ زكريا عليه السلام ما يكلم الناس لكن يذكر الله، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هناك ربنا سبحانه وتعالى قال ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ربنا صلح زوجه تلد، ووهب له يحيى وأصلحنا له زوجة. في نهاية الآيات قال إنهم كانوا دين الأنبياء يسارعون في الخيرات، مع إنهم أنبياء، مع إنهم أنبياء يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا في الخير من عند الله ورهبا من عذاب الله وكانوا لنا خاشعين. وفي هذا عباد الله موعظة لنا، نضرع لربنا، نسأل الله خزائن واسعة. ربنا سبحانه وتعالى قال وكأي من دابة، دي ما زيك انت، قال لا تحمل رزقها. السعدي قال ما بتدخر، نحن الآن عندنا قروش في البنك وعندك ذات في البيت قاعد ورزق بتاع كم يوم بل بتاع سنين
ومخزن مالك وبعد ده خايف من الرزق، وانت مخزنه في البنوك ومخزنه في بيتكم ومعايش وكده، وعندك ممتلكات بيوت وكده. الله قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها بتموت جوع، قال الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إلجأ لربنا، تضرع إليه، أظهر الفقر بين يديه، ولا تلجأ لغيره، لعبد من عبيده كائنا من كان، ولو كان رسولا، ولو كان نبيا، ولو كان من الصالحين. هم عباد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيد مستور. اللهم اقض حوائجنا ورد غائبنا واشف مريضنا وأجبر كسرنا. اللهم انزل علينا الخير من عندك مباركا طيبا، علمنا علما ينفعنا، وارزقنا إخلاصا يرفعنا. اللهم اكرمنا بالتوحيد، ولا تذلنا بالشرك وبالمهانة يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. أحينا عليه وأمتنا عليه، وابعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.